بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا وسهلا بحضراتكم. معكم مستر محمد عبد الدايم، كبير معلمين اللغة الإنجليزية في محافظة أسوان. طبعا أنا حبيت أن ألتقي مع حضراتكم لتوضيح بعض المسائل بصفتي المهنية والوظيفية وخبرة في هذا المجال. يعني طبعا أنا أساسا معلم لغة إنجليزية، فلكن في جزئية عايز أبلغها لحضراتكم لما تخشوا الامتحانات بتاعتكم. أولا، ما فيش حكاية نقطة إن أنا باخد نموذج ألف النهاردة، بكرة هاخد نموذج ب، بعده هاخد نموذج ألف تاني. لا، أي نموذج يجي لك هو هو، يعني ما فيش مشكلة. خدت النهاردة ألف، خدت بكرة ب، خدت بعده جيم، خدت بعده دال، ما عندناش مشكلة وما فيش أي مشكلة في هذه الجزئية. كل ما في الحكاية إنه رقم النموذج اللي حضرتك هتاخده، يعني تعلم على الدايرة بتاعته في البابل شيت بس. أدي كل اللي أنا عايزه من حضرتك. بعد ما خلصنا كده بعيد عن هذه الجزئية، أنا عايز أتكلم فيما يخص مادة اللغة الإنجليزية. أنا عارف إن حضراتكم حافظين الكلمات وحافظين الجرامر وجايين ما شاء الله عليكم، لكن أنا عايز أنبه على حضراتكم على جزئية مهمة تماما، إن الأسئلة اللي هتكون قدام حضرتك في ورقة البوكلت أو في البوكلت اللي هتجاوبها في البابل شيت، هذه الأسئلة مقسمة إلى 5 مهارات. فما تركزش على، يعني المهارة الأولى أسئلة بتختبر مهارة الحفظ عند حضرتك، ودي مش كتير. بعد كده في أسئلة تاني بتختبر الفهم. أسئلة تالتة بتختبر التطبيق، اللي هي بتاعة الترجمة عند حضرتك والإسي أو البراجراف. في أسئلة بتختبر عند حضرتك مثلا اللي هي الابتكار، إنك أنت بني آدم تستطيع إنك أنت تبتكر حاجة جديدة. وأسئلة أخيرة اللي اسمها الهاي ليفل، والهاي ليفل ده المستويات العليا، اللي هي ناس كثيرين جدا بيطلع من الامتحان ويقول أنا دخلت الامتحان وما فيش، وحاجات جاتنا حاجات إحنا ما شفناهاش. لا، ما هي مش انت ما شفتهاش، ده هي موجودة في المنهج بس هو تعامل معاها بطريقة مختلفة. فاللي كان بيدربك على الحفظ بس في المدرسة أو في أي مجال كان، بيدربك على الحفظ فقط. لا، احنا مش عايزين الكلام ده. احنا لازم يكون عندك ذكاء وعندك فهم علشان تقدر تحصل على 50 درجة كاملة في اللغة الإنجليزية. من ضمن الأجزاء اللي هي بتهمل ومحدش بيركز عليها، طبعا انت بعد ما ذكرت الجرامر زي ما قلنا، والكلمات الفوكابلوري والسينينام والانتينام والكل اللي انت عايزه، لكن في اسئله تانية بتتحط داخل الامتحان اللي هي خاصه بموضوع الكتابه، اللي هو اللي بيسموها الرايتنج او ريتن وير. هذه الاسئله كان زمان احنا كنا بنقيمها داخل الاسي وداخل الترجمه، كنا بنقيمها كده. الآن أصبحت الترجمة اختياري زي ما هنشوف على اللقاءات اللي هي موجودة معانا، لأنه أنا إن شاء الله عاقد العزم المرة دي إن شاء الله هتكلم مع حضراتكم على المهارات الكتابة، ومرة تانية هتكلم مع حضراتكم إزاي تتعامل مع البسج مع القطعة، ومرة ثالثة هتكلم حضراتكم إزاي تتعامل مع الترجمة. ده من خلال لقاءاتنا مع بعض. طبعا زي ما احنا قلنا ان مهارات الكتابة كان الاول يعني قيمك فيها من خلال كتاباتك في الترجمة او الاساي، لكن الان اصبح لها شكل تاني انه يشوف حضرتك فاهم ولا حافظ، فبيبدأ يدي لك 4 جمل. السؤال بيكون بهذا احسن، يعني باحسن هذه الطرق او احد هذه الطرق، اما يدي لك ال4 جمل ويقول لك اي هذه الجمل صحيحة، أو يدي لك 4 جمل ويقول لك والله إنه أحد هذه الجمل خاطئة. خلي بالك من صيغة السؤال، الأولاني بيدي لك 3 جمل صحيحة وواحدة بس غلط، النوع الثاني بيدي لك 3 جمل صحيحة وجملة خاطئة. ركز كويس في قراءة رأس السؤال، في قراءة رأس السؤال. حتى لا نطيل على حضراتكم، يعني هنبدأ نشوف جزئية اللي هي الريتن سكيلز أو رايتنج سكيلز.
هنشوفها مع حضراتكم من خلال البانكتويشن ماركس. أول جزئية إحنا هنحب نتكلم عليها مع حضراتكم اللي هي الكابيتال ليترز. واحد يقول لي يا أستاذ ده أنا ثالثة ثانوي وأنا مش عارف الحرف السمول من حرف الكابيتال. لا، مش هو ده، أنا مش جاي أختبر حضرتك إزاي تعرف تكتبه كابيتال ولا سمول. أنا عايز أتعرف حضرتك هو مكانه فين، موقعه فين في الجملة، إيه الأماكن اللي أنا أضع فيها هذا الحرف يكون كابيتال. لأنه لما هيجي لك الجملة ويقول لك صح ولا خطأ، أنت هتقرأ الجملة تلاقيها صحيحة وحلوة والجرامر ممتاز والكلمات السبيلينج ممتاز، لكن ما خدتش بالك أنه من جزئية الكابيتال ليتر. إمتى أضع هذا الكابيتال ليتر؟ قال لي أول جزئية أنك تلاقيه أول حرف في الجملة. أول حرف في الجملة. ماشي يا عم. وإيه تاني؟ قال لي هبص هنا هي وركس، ادي اول حرف حط هي. دونت سموك، اول حرف في الجمله لازم يكون كابيتال. وير ار يو فروم، ادي كل اللي قدام حضراتكم زي ما انتم شايفينه لازم الاقي انه عندي الحرف الاول في كل جمله يكون كابيتال. طيب هتلاحظ معلومه تانية، الثانيه هي خلاص عرفناها اول حرف، لكن ايه تاني؟ قال لي ضمير الملكية، ضمير المتكلم I، ضمير المتكلم I، هذا الضمير I ده سواء في بداية الجملة في نص الجملة في أي حتة لازم يكون كابيتال، تخلي بالك منه كويس. الحاجة الثانية، لو أنا عندي جملة في دايركت، في دايركت سبيتش، كلام المباشر، أو أي جملة موجودة بين علامتي تنصيص، آدي علامة وآدي العلامة الثانية، هنا أصبحت هذه بين علامتي تنصيص، طالما أصبحت جملة داخلية، عشان واحد يقول لي أنت لسه جايل من شوية إن الحرف الأول من الجملة بيبقى أهو هي كابيتال، قلت له أه، بعد ما عملنا كوما وفتحنا علامتي تنصيص أو زي ما بيسموا بتوع الرياضة فتحنا قوسين، هنا بدأت جملة مستقلة بذاتها، يبقى برضه تنطبق عليها نفس القانون إن الحرف الأول يكون كابيتال. بإمتى كمان بنستخدم الحرف الأول يكون كابيتال؟ أسماء الأشخاص والألقاب. أسماء الأشخاص بتاعتنا زي مصطفى، زي محمد، زي أحمد، زي علي، زي سمية، زي سميرة، أيا كان بتلاقي الحرف الأولاني كابيتال. كذلك الألقاب زي مستر، زي دكتور، بروف، وهكذا، يعني إيه ده لسبيل على سبيل المثال وليس الحصر. القارات يا حضرات، ما هي القارات كمان ده عبارة عن أسماء علم، فأنت في اللحظة دي برضو بيكون الحرف الأولاني كابيتال. الدول مثل إيجيبت، إنجلاند، لندن، دي كلها عبارة عن دول، في هذه الدول لازم يكون الحرف الأولاني كابيتال. عواصم البلاد زي مدريد، زي روما، زي برلين، وهكذا، زي يعني مش عايزين إيه نزيد ونعيد في الكلام، وكايرو عشان ما تزعلش. برضو أسماء البحار والمحيطات تلاقي إيه؟ تلاقي بص خلي بالك كده، يعني مثلا ذا ريد سي، هذه اللحظة ما أعملش الحرف الأولاني أسماء البحار والمحيطات، بتبقى دايما أسماء مركبة، ذا ريد سي البحر الأحمر، الحرف الأولاني من ذاتي خليه كابتن، وكلمة ريد تكون كابيتال، وكلمة سي تكون كابيتال برضه. ذا ميديترينيان سي، البحر الأبيض المتوسط، برضه زي ما اتكلمنا الحرف الأولاني يكون كابيتال، دي أمثلة للبحار. في عندي ذا باسيفيك أوشن، طبعا هنا هذا المحيط الهادي، برضه هتلاقي زي ما احنا اتفقنا إنه ذا وبي بتاعت باسيفيك وأوشن، الأو بتاعت كلمة محيط. الجنسيات، ده جنسيته مصري، ده صيني، ده ألماني، ده ياباني، اي حاجه فنلندي، ايا كان، عند حضرتك انت تلاقي الحرف الاولاني دايما يكون كابيتال في الجنسيات المختلفه اللي عندنا. ايام الاسبوع اول حرف يكون فيهم لازم يكون كابيتال. طيب خلي بال حضرتك، بص الجمله دي، What a lovely dress. It's great on you. What a lovely dress. هنا في اللحظة دي لاحظت إيه أنت؟ What a lovely dress.
هنا ده مش سؤال، دي بنسميها جملة تعجب زي ما هنشوفها بعد شوية. فجاءت بعدها علامة تعجب، سواء كان سؤال هنا بدل علامة التعجب علامة استفهام، أو أدي علامة التعجب، على طول حضرتك الحرف اللي جاي وراها هيبدأ بجملة إيه؟ جديدة. فلذلك أخليه حرفك. خلي بالك من الجزئية دي، لأن هذه الجزئية لم تذكر كثيرا في الكتب الخارجية مع الناس. الاختصارات، أنت عارف التلفزيون اختصاره تي في، التلفزيون اختصاره تي في أهو، فيبقى الاثنين الحرفين يا حضرات كابيتال، يو كي يونايتد كينجدوم، الاثنين كابيتال. مثلا يونايتد ستيتس اوف امريكا برضو كله هنا. ناسا، مستر، اي ار اي اللي هي ارب ريبابليك اوف ايجيبت، وهكذا في الكلام بتاعنا. بعد كده كمان ادي الشرط ال 13 اللي انا اضع فيه حرف الحرف الاول كابيتال. قال لي عندي بص كده، ذا سفينكس ان از ان جيزا، ان ابو الهول موجود في جيزا. دخل عليك اول حرف في الجمله كابيتال، ادي ابو الهول الحرف الاولاني كابيتال، وادي جيزا عباره عن بلد اهي كابيتال. ذا كايرو تاور، كايرو تاور اللي هو بنسميه برج القاهره. هنا هتلاحظ حضرتك يعني كايرو تاور، انا بتكلم على هذا الاسم، لو جاء زاد جات في اول جمله هتخليها عند حضرتك كابيتال، لكن كايرو تاور في اي مكان هتبقى كابيتال. عيد الفطر، شم النسيم اللي هي الاعياد، عيد الاضحى، هتلاقي كل كلمه منهم بيكون الحرف الاول بتاعها كابيتال. الكلمات طبعا هنا اول حرف من الكلمات الهامه في عناوين الكتب والمقالات والافلام. يعني مثلا عند هاف يو ريد، هنا عمل الاتش كابيتال على انه ده بدايه جمله او بدايه سؤال. اول ما حط هنا عندنا علامتي الترقيق القوسين، احنا من شويه قلنا في علامتي التنصيص بيقبل الحرف الاولاني بس كابيتال. طب ليه يا استاذ انت عملت التي وعملت الاي؟ قال لي علشان ده يا استاذ اسم كتاب، اسم تريجر ايلاند، اسم القصه اللي كانت موجوده عند حضراتكم في اولى ثانوي. الكتب المقدسه سواء القران او الانجيل، ده هتلاقي الحروف الاولانيه برضو منها كلها كابيتال. اللغات اللي موجوده عند حضرتك، هي سبيكس انجلش اند فرنش، هنا في هذه اللحظه هتلاحظ الحرف الاولاني كابيتال، ده خلاص دخل على اللغة الإنجليزية بقت انجلش كابيتال، والاف اف فرنش بقت ايه كابيتال. ده اول جزئية تناولناها مع حضراتكم في عملية البانك تويش. تعالوا بعد كده الفول ستوب، ساعات بيسموها فول ستوب وساعات تسمى ذا بير، خلي بالك لان انت ما تعرفش هو هيستخدم ايه. طبعا كلمة فول ستوب دي بنستخدمها في اللغة البريطانية اللي هي احنا بندرس المنهج بتاعها، وكذلك في اللغة الإنجليزية الأمريكية بيسموها بيريود. بص امتى انا بستخدم هذه النقطة؟ الحاجة اللي انا اعرفها تماما ان هي في نهاية اي جملة خبرية او جملة امر او جملة نهي. طيب I went shopping، احط فول ستوب، ودي جملة زي ما حضراتكم عارفين خبرية. To your best at school، ابذل قصارى جهدك فين؟ في المدرسة، أصبحت جملة أمر. Don't waste your time، لا تهدر وقتك، أصبحت جملة نهي، بنهاك عن فعل شيء. سواء كانت الجملة جملة خبرية، جملة أمر، جملة نهي، في كل الجمل دي بيكون نهايتها يا حضرات فول ستوب. الاستخدام الثاني للفول ستوب، انت عارف لما احنا بيكون عندنا السؤال في درس الدايركت والاندايركت اور ريبورت سبيتش، هذه الجمل لما بيكون السؤال عندي بيبقى في نهايته علامة استفهام. اذا حولت هذا السؤال الى كلام غير مباشر في هذه اللحظة، الشرط الاساسي انك تحول السؤال الى جملة. كيف يحول السؤال الى كلام غير مباشر؟ يحول السؤال الى جملة، يحول السؤال جملة. إزاي؟ بإبدال الفعل المساعد مكان الفاعل، will you، المفروض تبقى هنا إيه؟ I will، لكن عند كلام غير مباشر يحول الجملة للزمن الأعلى
فهي من تتحول الى المستقبل، فويل الماضي بتاعها او تتحول الى الماضي، فويل الماضي بتاعها كلمه ود. وده مش موضوعنا الان، مش موضوع جرامر اللي احنا بنتكلم فيه عشان ما نطلعش. ولذلك الولد كتب في سما اسكت وين اي وود بي باك، الجمله صحيحه محوله، راح غلط فين؟ بدل ما يحط في النهايه فول ستوب حط ايه؟ كويشن مارك، فاصبحت الجمله خاطئه. هذه الجمله الصحيحه بتاعت حضرتك، وتخلي بالك، ودي من اكثر الجمل بيجيبوها، ودي من اكثر الجمل اللي بتيجي في الامتحان. خلي بقى، عشان يقول لك انا بضرب عصفورين بحجر، بختبر الولد في الجرامر وبختبره في علامات التفخيم. لو عند حضرتك يعني في نهاية الجملة التي تبدأ بعلامة استفهام خرج من فاعل الجملة، أو جملة من عبارة وصول للأداة استعمالها، إيه الكلام ده؟ قال لي بص حضرتك، How he died is unknown. ها دي أنت شايفها إيه؟ شايفها إيه؟ How he died is unknown. بص الثانية، How he died is unknown. What he did made me happy. What he did made me happy. واحدة فيهم صح والثانية خطأ. أنت يعني بقول لك أي جملة بادئة بعلامة استفهام لازم تركز، أو هنا اللي بيطلب منه المستشار إنك تفهم. أنت لما شفت هاو اعتقدت إن ده إيه؟ اعتقدت إن ده سؤال. لما لقيت تحتها وات اعتقدت ان ده ايه؟ سؤال. لكن لو انت كملت حضرتك مش هتلاقي ان ده سؤال، هتلاقي ده عبارة عن جملة. اولا انا لسه متكلم مع حضرتك ان السؤال يتركب من أداة استفهام، ها، ثم فعل مساعد، ثم فاعل، ثم فعل، ثم بقية الجملة، ثم علامة الاستفهام. لو بصيت على الجمل اللي موجودة قدامنا هتلاقي أداة الاستفهام وجاء بعدها مباشرة فاعل مش فعل مساعد، جاء بعدها فاعل مش فعل مساعد، فأصبحت هذه العملية الآن إن أنا بتعامل مع جملة مش مع سؤال. فلما تيجي حضرتك تحط علامة استفهام أقول لك آسف، الجملة عند حضرتك جملة خاطئة وأنت ما خدتش بالك. لكن لما تحط فول ستوب فأقول لحضرتك برافو عليك، الجملة إيه؟ صحيحة. كذلك بيقول how he died، ازاي مات مش معروف. الثانيه what he did made me happy، يعني الذي جعلني سعيدا. ايه هو؟ ايه بيقول لنا what did he made me happy، ما فعله جعلني ايه؟ سعيدا. تعالوا بصوا معايا في رقم يعني نمبر 4، ايه الحاجات اللي هي برضو بحط بعدها فول ستوب وانت ما بتاخدش بالك، اللي هي بنسميها الابريفيشن، اللي هي الاختصارات. سبتمبر، شهر سبتمبر اختصاره اس اي بي تي، طالما اختصرت تحط بعده فول ستوب. بيجز، صفحات بنقول عليها بي بي ونحط بعدها فول ستوب. مونداي اختصارها ام او ان وتحط بعدها فول ستوب. نخش على الناس الجماعة بتوع الرياضة اللي بيحبوا الرياضة. قال لحضرتك لما تكون عايز تعمل فصلة أو بيسميه رقم عشري، 25.3، العربي عندنا بنحط هنا فصلة، لكن لا، التانيين دول بقى في اللغة الإنجليزية يقول لك عندي الاختصارات ما بحطش إيه؟ ما بحطش اللي أنت متعود عليها اللي هي إيه؟ الفول ستوب. لا، ده إحنا حضرتك هنعلمك انك انت تحط هنا، ما تحطش فاصله ولا تحط كومه، تحط فول ستوب. اهو طبعا لما اتكتبت بالثلاثه على 10 25 اند 3، طبعا هنا ايه معناها تنس، طبعا بيسموها جاي من كلمه تن اللي هي العشره. بس خلي بالك هنا حطينا ايه في داش، هنا في شرطه بين ده وده، لان هي في اللحظه دي اصبحت صفه مركبه، صفه مركبه، والصفة لا تجمع حتى جهة، يعني مش معادنا، مش معاد نتكلم في الجزئية دي. خلي بال حضرتك في جزئية Arab Republic of Egypt اللي قلنا الاختصارات، هتلاقي عندنا في استخدام تاني. فاكر احنا لما اتكلمنا في الاختصارات، فكرك تاني عشان ما تقولش احنا نسينا، فاكر
اللي هي الاختصارات اللي موجوده عندنا من الاول، كايرو تاور والكلام ده، قلنا اهو تي في يو اس اي، دي اختصارات. ده هنا لما كنا بنتكلم على الحرف الكابيتال، لكن لما تيجي تكتبهم بعض الكتب بتكتبهم بالشكل ده. وانا زي ما هشوف مع حضرتك اهو، قال لي في عرب ريبابليك اوف ايجيبت اللي هي جمهوريه مصر العربيه، في الامريكان طبعا هنا بيكتبوها اي فاصله ار اي فول ستوب، ار فول ستوب، اي فول ستوب، ده الامريكان. انما البريطانيين يقول لك اي ار اي زي ما شفناها من شويه. يونايتد ستيتس اوف امريكا طبعا يو فول ستوب، اس فول ستوب، اي فول ستوب، الامريكان يو اس اي. احنا غالبا يعني ما بنتعامل مع البريتش. علامة الاستفهام، علامة ثانية اللي هي بنسميها question mark، هذه طبعا احنا دايما بنستخدمها في نهاية سؤال، معروفة دي مش محتاجة، بس لازم تتأكد حضرتك ان اللي قدامك سؤال مش جملة. ازاي اتأكد ان هو سؤال مش جملة يا استاذ؟ تعبتونا معاكم يا عم بتوع اللغة الانجليزية. ازاي اتاكد؟ اقول له ببساطه شديده جدا، حضرتك هتتاكد انه هتلاقي اداه الاستفهام او الفعل المساعد لو كان سؤال استفهامي، هتلاقي حضرتك عباره عن اداه استفهام وراها الفعل المساعد ثم الفاعل، لو كان فاعل ثم فعل مساعد، هنا في هذه اللحظه انا بقول ان دي جمله مش سؤال. زي ما انا قلت لحضرتك، اما بيبدا السؤال يبدا باداه ونسميه سؤال باداه ويتركب من 6 اجزاء، واما سؤال استفهامي ويبدا بفعل مساعد وبرضه بيتركب من 5 اجزاء. لاحظ بقى، do the shopping before going home، ده سؤال ولا جمله؟ do the shopping before going home، هنا لاحظت حضرتك بيقول له ايه؟ افعل يعني ادي يعني اعمل التسوق، روح اشتري الحاجات قبل ما تروح بيتكم. يبقى دي جملة ايه يا حضرات؟ دي جملة امر مش سؤال. لو كان ده سؤال كان جاء بعدها فاعل ثم فعل. فخلي بال حضرتك هنا بنسميه دو، جاء في البداية، هنا ليس فعل مساعد ولكن جاء فعل اساسي في الجملة. ولذلك طالما هو فعل اساسي، الجملة التي تبدأ بفعل في المصدر تسمى جملة أمر، فلذلك هذه جملة نضع في نهايتها فول ستوب ولا نضع علامة استفهام. السؤال المزيل question mark اللي هو بيتركب من فعل مساعد زائد ضمير فاعل ثم في النهاية علامة استفهام. فاطمة has come first، طلعت الأولى، hasn't she؟ يا رب كلكم تطلعوا من الأوائل. يعني فاطمة has come first، hasn't she؟ أليس كذلك؟ هتلاحظ حضرتك هنا ان هو حط فول ستوب، ده اسمه سؤال مزيد. ازاي حضرتك تحط فول ستوب؟ اقول له معلش يعني سامح المره دي، فاطمه هاز كام فيرست هازنت شي، واحط علامه الاستفهام. تعالى عند حضرتك علامه التعجب، علامه التعجب اكسكلاميشن مارك، اور ساعات بيسموها اكسكلاميشن بوينت، يعني ما تفرقش معانا المسمى، يعني بنستخدمها طبعا احنا زي ما قلنا البريطانيين يقولوا عليها مارك، والامريكان المخالفين في كل حاجه ده برضه بيقولوا عليها بوينت. عامة هذه العلامه المظلومه، علامه التعجب دي، لو انت اهي اهي لو انت واحد يقول لك ايه علامه التعجب اهي دي، هذه العلامه المظلومه انت دايما ما بنستخدمهاش كتير، احنا استخدامنا بيبقى استخدام لها قليل كما ترى. طبعا اول حاجه بنستخدمها مع تعبيرات تدل على مشاعر قوية، مشاعر تعبر عن الحب، تعبر عن الخوف، تعبر عن الفرح، تعبر عن الفزع، أي حاجة. وتبتي واحد زعلان، يعني عارفين تساوي يا خسارة، خلاص يا حرام، خلاص يا خرابي، براحتك يعني. وتبتي ده يا له من أمر إيه مؤسف، هيلب هيلب هيلب، طبعا هنا ده لازم واحد بيساعد بيطلب المساعدة فيقوى فيها تعب. I love you، طبعا هنا يعني عملية التعامل ممكن تستخدم لها جملة، لكن لو ممكن تستخدم لها فول ستوب هنا، لكن لما تستخدم علامة التعجب بتقول للي قدامك إن أنا مشاعري يعني فيري سترونج. ما علينا، بعض التعبيرات طبعا إيه تدل على المطالبة بالمساعدة غير كلمة هيلب، ستوب بوليس، ستوب بوليس، يعني هنا إيه طبعا هنا إيه العباره طبعا دي بتكون موجوده في بريطانيا، احنا ما عندناش هنا يقول لك ستوب بوليس ولا كلام.
بعد التعبيرات اللي بتدل على التعجب، اوه ماي جاد، واو، جريت، كلها دي بنستخدم معاها علامات التعجب. قال لي خلي بال حضرتك برضو ثانيه، مع ان انا هقولها لك اهو، علامات تعجب في نهايه الجمله ممكن تتحط مكان الفول ستوب، ودي اللي بتخوفني انا، دي اللي بتخوفني انه لازم تكون فاهم الجمله، يا ترى هو عايز فول ستوب ولا عايز علامه تعجب. ولا يستخدمان معا، يعني ما ينفعش احط يعني الاثنين. You are my best friend، انت احسن صاحب عندي. هنا في اللحظه دي انت احسن صاحب عندي، ما اقدرش احط علامه التعجب عشان اقول له ان انا، عشان ادل على اني مشاعري قويه ناحيتك، وفي نفس الوقت ما اقدرش احط له فول ستوب، يبقى الاثنين ما ينفعوش مع بعض. الافضل انك انت عايز تعبر عن مشاعرك القويه، يبقى حضرتك تستخدم علامه التعجب وعلامه دي نقول لك عليها ان هي صح. اسلوب التعجب بعض لحظات يجيب لك جمله تعجبيه، لكن الجمله التعجبيه دي يا حضرات بادئه باداه استفهام. قلت لك خلي بالك من حكايه اداه الاستفهام دي، مش دايما الجمل اللي بادئه باداه استفهام بتكون جمله استفهاميه. What a nice day، يا له من يوم لطيف. هنا ده مش سؤال، هنا شروط السؤال لم تتكون فيه، ما فيش فعل مساعد ولا فاعل ولا فعل ولا بقيه الجمله والكلام اللي احنا قلنا عليه. What a nice day، هنا تكون هذه الجزئية يا حضرات بتكون عبارة عن تعجب. بعد يعني ما عشنا مع بعض هذه اللحظات الصغيرة، يعني احنا يعني ما لناش كثير معاكم، يعني دوبك كلهم 27 دقيقة مع بعض. هنشوف حضراتكم دلوقتي يعني يا ترى انا استطعت ان انا اوصل المعلومة بنسبة كام في المية. بقى هنحل مع بعض ونشوف ايه اللي هيوصل معانا، ونشوف كده حضراتكم هنبدأ لإيه. يعني مش هنحل معاكم كتير، يعني انا عايز يعني عشان يبقى هو في، انا عندي طبعا عامل تمارين كتيرة، يعني الكورس ده انا عامل فيه كل ما يخطر على بالك، بس طبعا مش هنلحق نقول اللي احنا عايزينه. البانك تريشن از ا سيستم اوف samples that we use in language، يعني هو بيقول لك عبارة عن نظام من الرموز خلاص بنستخدمها في أنهى لغة، السبوكن يعني اللغة اللي هي الشفوية زي ما بتكلم مع حضراتكم كده، يعني أنا بكلمك كده أقول لك إيه، What a nice day، علامة تعجب، I go to school، full stop، تنفع؟ ولا بنستخدمها في الريتن ولا في الهيرد؟ طبعا هنا في طبعا، ولا بنستخدمها في السد، او طبعا هنا سامعه طبعا، عشان ما نضيعش على حضراتكم الوقت، طبعا هتكون في الريتن لانجوج في الكتابات. which خلي بالك come at the end of the sentence، واحده من دول مش ممكن استخدمها في نهايه ايه الجمله، هل البيريود الفول ستوب يعني، الكولم اللي هم النقطتين فوق بعض، ولا question mark، ولا اكسكلاميشن مارك. طبعا هتلاقي كله بيستخدموا هنا الا معانا اللي هي مين، النقطتين فوق بعض اللي هم الكولوم. ادي السؤال اللي انا قلت لحضراتكم عليه بيجي في الامتحان، which sentence is correct، اي هذه الجمل صحيحه. ركز بقى معايا بكل جوارحك، I speak Chinese and German perfect، خلاص انا سايبك اهو بتفكر، I speak Chinese and German perfect، يعني كلمة perfect، I speak Chinese and German perfect، I speak Chinese and German perfect. قال لا يا عم توجع دماغنا ليه، ده ما كلهم شبه بعض، هعرف ازاي انا ده؟ قال لي لا بص حضرتك، واحد هو بدأ بحرف كابيتال في الأربعة يبقى كلامه صح، جاء عند اللغة بتاعت التشاينيز عملها هنا ايه؟ سمول، باظت دي، يبقى دي نقول لها مع السلامة. بص الثانية، I speak Chinese and German، عمل ايه؟ استخدم الجي، سمول، باظت. الرابعة، I speak Chinese and German perfectly. طيب يعني انت حضرتك ايه الخطأ فيها طيب دي؟ ما باينة يا عم ما زيها زي كده، مش عارف انا اعمل ايه في دي، عمل لها ايه، ايه الخطأ، ايه الفرق بينها وبين اي جملة تاني؟ انا اخلي بالي، هتلاحظوا حضراتكم في هذه الجملة ان هو عمل جملتين
لكن في حاجة عندي هنا عملت معايا المشكلة. إيه المشكلة؟ أنا عايز حضراتكم تحلوا لي هذه القضية. لو جات لك بقى كده إيه في الامتحان تعمل إيه؟ ها؟ هي طبعا يمكن هنا هتلاقيها يعني مش واضحة شوية، يعني ادي اي سبيك، هي طبعا دي هي الجملة اللي هتكون الجملة الصحيحة إلى حد ما. I speak Chinese and German perfectly. I speak Chinese and German perfectly. إيه الخطأ في دول؟ ها؟ خدت بالكم؟ اللي أنا عملته الآن أنت بتعمله في الامتحان. اللي أنا عملته الآن أنت بتعمله في الامتحان وأنا عملته قاصد. إيه يا أستاذ؟ قال لي بص أنا لما قريت الجملة قلت إيه؟ I speak Chinese and German perfectly. دي I speak Chinese and German perfectly بالرغم اني ما فيش and. يعني انا في الامتحان مع لهجة الامتحان واللخبطة والخوف والرعب اللي انت فيه بتلاقي نفسك بتقرأ الجمل خطأ. وتخلي بالك هنا طبعا اوف ملهاش لازمة خالص، فلهذا اصبحت الجملة الصحيحة عندنا هنا اهو. خلي بال حضرتك، which sentence is correct؟ أي الجمل صحيحة؟ نمبر 4، My brother is a guide. Full stop. He loves his job. هو يحب وظيفته. طيب My brother طبعا هنا عمل حرف كابيتال، هنا ما عملوش كابيتال يبقى دي ما تنفعش. My brother عمل حرف كابيتال وهنا My brother حرف كابيتال، أصبح في ثلاث جمل لازم أختار بينهم، دي راحت مع السلامة. دي نقول لها كده أنت مع السلامة. طيب My brother is a guide full stop. My brother is a guide. راح عمل ايه؟ اللي هي خلاها هنا ايه؟ سمول. فاقول له لا معلش لعبتك دي اتكشفت يا معلم ودي جايبه خاطئه. طيب ماشي انا معاكم لغايه ما نوصل للنهايه. My brother is a guide. ها فوق عمل ايه؟ كوما كوما. لا ما ينفعش يا استاذ بالحرف الاولاني هنا. اذا في اللحظه دي كمان الجمله دي أصبحت جملة خاطئة. الجملة الصحيحة My brother is a guide full stop. He loves his job. لأن مفيش هنا الجملتين عمل فين كابيتال، يبقى إذا في full stop بين الاثنين، فأصبحت الجملة الصحيحة اللي موجودة عندي اللي هي دي. Which sentence is correct؟ أي الجمل اللي عندي حضراتكم صحيح؟ ها؟ What a lovely girl. دي جملة إيه دي؟ جملة ايه دي؟ ها؟ ايوه برافو عليك. فعلا دي جملة تعجب. دي جملة ايه؟ تعجب. يبقى الوحيدة اللي هتاخد معايا تعجب اللي هي دي. واو واو. ها واو هنا ده اسلوب ايه؟ فاكرينه؟ فاكرين كلمة واو دي دايما؟ كلمة واو دي اللي موجودة عندي، ها؟ هتستخدمها ده برضو عبارة عن ايه؟ ذاتس اميزنج، ده تعجب برضو راح تاخد هنا في اللحظة دي. دي She has written a poem. وطبعا هنا في الامريكان يقولوا poem. She has written a poem. Poem الاثنين. A novel and a short story. هنا في اللحظة دي عمنا ده عمل ايه؟ طبعا انا سامع الناس بتجاوب صح. ها طبعا هنا في اللحظة دي هيستخدم الكولم، يعني الجملتين اللي فوق بعض، الجملة النقطتين اللي فوق بعض، اسف، هذه النقطتين اللي موجودين فوق بعض دول هم دول اللي احنا عايزين نتعامل معاهم، اللي بيسموهم النقطتين فوق بعض. She is written a poem ودي اللي هي رقم 7 واخذت دي. I want to know where they have been. اريد ان اعرف هم كذا 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 جايين من فين؟ رقم 8 طبعا ده عبارة عن ايه؟ عايز اعرف وير. دي جمله ولا سؤال؟ انا سامع حد طبعا تايه بيقول لي ده سؤال، بقول له لا يا استاذ ده عباره عن جمله، اريد ان اعرف جمله خبريه. Smoking leads to many dangerous diseases. بيقول ان التدخين يؤدي الى ايه يا حضرات؟ الى امراض كثيره جدا في نمبر 9. ودي طالما دي جمله هتبقى جمله خبريه تاخد فول ستوب. Are used at the beginning of proper nouns and abbreviation.
تستخدم في بداية الضمائر والاختصارات. ها، ايه اللي هنبدأها في البداية؟ اي حاجة هبدأها بايه دي؟ هبدأها بكابيتال ليترز، هبدأها بكابيتال ليترز يا حضرات. فانا يعني لما طبعا هشوف حضراتكم هتذاكروا ازاي، كان نفسي انا يعني نكمل مع بعض مسافة طويلة، لكن لاحظنا انه الوقت طبعا هيسرقنا، وانا مش عايز اكتر على حضراتكم كتير، لكن ارجع وذاكر في اي مذكرة او اي كتاب موجود عند حضرتك على علامات الترقيم. وطبعا انا تليفوني 011 4 21 61 219، لو انت حضرتك يعني محتاج تسأل اي حاجة في بالليل، يعني بالليل كده يعني لو محتاج تسأل اي حاجة. وطبعا الواتس بتاعي على نفس الرقم، لو انت محتاج تسأل اي سؤال انا تحت امر حضرتك. هعمل محاضرة تاني ان شاء الرحمن على ازاي اتعامل مع القطعة، وهعمل محاضرة ثالثة ازاي اتعامل مع الترجمة الجرامر. انا عارف ان حضراتكم يعني قايمين بالواجب وزيادة السادة المدرسين. اشوف حضراتكم على خير للقاء، يعني حاولوا ان كنتوا تشاركوا الفيديو ده مع اصحابكم وزمايلكم، احنا عاملين لوجه الله مش محتاجين من وراه شيء، يعني حاولوا ان كنتوا تشاركوه مع اكثر من زميل وفي اكثر من جروبات على اساس الفايدة تعم، وانا تحت حضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.